بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام من مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد وبرنامج حياة المصطفين، ونرحب مجددا بضيف البرنامج دام الأستاذ عباس الوهاب الشمري. حياكم السلام عليكم. حياك الله أستاذ أبو زينب، الله يحفظك. أهلا ومرحبا. أحبتي الكرام، اليوم تكملة لما بدأناه في حلقات ماضية حول مبحث الخلافة ما بين آدم عليه السلام وإبليس، وتناولنا محاور متعددة ونحن نحوم حول مفهوم قضية الخلافة والصراع، وماذا أراد إبليس من هذه القضية، وكيف تصدى، وهل رأى في نفسه الأهلية أم لا. بوضوح أستاذ عباس، الصراع كان موجود فيما بين آدم عليه السلام وإبليس، تصدى لهذا الصراع، لكن قد البعض يلاحظ أن الإشكال بدأ في قضية عدم سجود إبليس لآدم. نعم. الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة، وكان إبليس حسب الآيات القرآنية موجودا، وأمر بأن يسجد لآدم، وبدأ الصراع من هنا. فقد البعض يسأل، يقول لماذا الله سبحانه وتعالى لم يعفه من هذه القضية؟ نعم. وإن لم يسجد، ويبدو أن القضية بدأت من ها هنا، هل هنالك حالة ارتباط أو ربط فيما بين قضية عدم السجود وقضية الخلافة والتصدي لهذا الأمر؟ نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحقيقة هذه تنشأ في الذهن نتيجة الأزمة التفسيرية العالية جدا في قصة آدم عليه السلام وقضية الخلافة وقضية الصراع مع إبليس والسجود والملائكة. هناك حالة من عدم الصفاء فيما قدم من منجز تفسيري لهذه القضية، بحيث اعتبر قضية السجود لآدم اعتبرت وكأنها قضية تشريفية، والبعض هكذا قال، وكأنما آدم عليه السلام بعد أن أنبأ الملائكة بأسماء هؤلاء طلب الله من الملائكة أن تحيي آدم، فنقل السجود من مقام البعد الجوهري والضروري الذي لا يمكن التخلف عنه باعتباره خضوعا وانقيادا لآدم إلى قضية اعتبارية. فمن هنا أصبح البعض ينظر إلى الموضوع فيقول بأنه ما الإشكال لو أن الله عفى مثلا إبليس، ولم يحاسب إبليس على عدم السجود، فهم يعتبرون السجود كيف نحن مثلا عندما يسلم بعضنا على بعض أو فينحني مثلا هكذا، هذا حالة من هذا الاعتبار، يعني نوع من التحية. الحقيقة لم يكن الأمر كذلك مطلقا، والسجود لو كان بهذا الشكل أصلا لهان على إبليس. لماذا؟ لأنه إبليس عنده خاصية النفاق حتى مرحلة التي أعلن فيها تمرده، يعني قبل أن يعلن تمرده كان يعيش حالة النفاق، وحالة النفاق عادة إذا كان الأمر لا يصل إلى مرحلة أن تبلى سريرته بشكل مباشر فيهون عليه قضية الاستظهار، أن يظهر شيء ويخفي شيئا آخر. لو سمحت. نعم. نتوقف عند هذه القضية، قضية أنه كان منافقا والذي حالة النفاق قبل هذه القضية. نعم، لأنه هكذا قال القرآن، قال بأنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا هذه الآية تعضدها أيضا آية أخرى، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق يعني ظهر ما في داخله. فإبليس عندما نقول بأنه كان منافقا بمعنى أنه كان في داخله لا يعبد الله تبارك وتعالى حبا في الله. هذه القضية أيضا أود أن أتوقف عندها، هنالك حالة مشهورة فيما بين الناس في أذهان الناس بأن نصوص الروايات تتحدث عن عبادة لآلاف السنين من إبليس. نعم، عبادة موجودة، لكن العبادة وجهها إلى أين يتجه؟ ما نحن عندنا مشكلة كبيرة عندما يتحول الدين، وهكذا هو في يعني جزء كبير منه، يستعمل الناس الدين لكي يظهروا بمظهر المقبول مجتمعيا، يعني الدين لأجل السيادة لنقل. فمثلا العالم
مرة يحب العلم بحثا عن الحقيقة للوصول إلى غايته. طيب. ما هي الغاية؟ الغاية هي أن يعرف الله حق معرفته، وأحيانا لا، لكي يظهر بأنه هو عالم. إذن والفرق كبير. نعم، إذن إبليس كان من هذا النوع. يعني الآن الصراعات بين العلماء في محاولة كل أحد يخلق شبهات في النتائج اللي يعطيها الآخر، هذه في حد ذاتها دليل على أن هناك من العلماء من يستعمل الدين لإظهار الذات، لأنه يفترض الجهود لو كانت كلها مخلصة ستتكاتف، وستجد بأنه من يعينك على أن يقدم لك نتائج مرضية بحثية فأنت تستعملها في بحثك يفترض. طيب. لاحظ، سأعطيك مثال آخر، لأنه نحن عندما نقول العلماء طبعا نقصد العلماء بالمفهوم المطلق. مطلق. يعني حتى في الأروقة الأكاديمية نجد هذا الشيء. يعني مثلا أستاذ جامعي بحث من البحوث هو لم يتعب فيه تعبا حقيقيا ووجده لغيره مثلا، إذا نسبه إليه وأخذ المعلومة، هذه في الأروقة العلمية يعتبرونها خطيرة جدا. نعم. يعني هذه تعتبر تهمة مخلة بشرف هذا الأستاذ، لأنه قضية انتحال نتائج بحثية ليست له غاية في الخطورة. خيانة علمية. لكن ما الذي يدفع الأستاذ لأن لا ينسب جهود الآخرين إلى أنفسهم، فيدعي مثلا بأنه هذا النتائج البحثية هي له بينما هي ليست له في الحقيقة؟ لأنه هو يريد العلم لاستظهار الذات. هو لو كان يحب العلم لأجل العلم، يعني لأجل المنجز العلمي، فسيبحث عن صاحب الأطروحة الحقيقي مثلا ينسبها إليه، يحاول أن يعلي من إمكانية التواصل معه مثلا، لأنه أنت عندما تنسب معلومة مهمة إلى شخص فأنت ستزيد من عملية إثرائه بحثيا، لأنه ستسلط حوله الأنظار وبالتالي ينتفع بعلمه. طيب. عموما إذن نحن عندما نقول أنه إبليس في تلك اللحظات كان يعيش حالة العبودية لا لأجل المعبود اللي هو الله، وإنما لأجل نفسه ليقول بأنه هو يبذل جهدا معينا فيستحق أن يكون في مقام عالي بالنسبة للمراكز الدينية التي يجعلها الله. لأن الدين لدينا فيه مراكز، مثلا الخلافة اللي نتحدث عنها مركز وظيفي لنعتبره، من الذي يحدده؟ يحدده الله. طيب. لذلك يقول الله إني جاعل، الجعل، يا داود إنا جعلناك. الجعل هنا عملية خلق وصيرورة وتهيئة إلى أن يصل فيها الإنسان لمرحلة التي يستحق فيها أن يمارس مهام الوظيفية المرتبطة مثلا بالخلافة. كذلك الإمامة، وإذ ابتلى، لاحظ الصناعة، هذه صناعة، كيف يصنع الله الإمام، كيف يجعله؟ يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاء حتى يصل فيها إبراهيم إلى مرحلة الجعل، قال إني جاعلك للناس إماما. إذن عندنا وظيفة هنا، إمام، وظيفة مرتبطة بالرسالة، وظيفة مرتبطة بالملك. فقد آتينا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا الإيتاء من الله تبارك وتعالى البعض ينظر إليه هكذا بأنه يستهدف هذه المراكز، يستهدف هذه الوظيفة. لذلك كثيرين انتموا إلى الإسلام لأجل أن يكون لهم نصيب، قالوا، يقولون هل لنا من الأمر شيء، يريدون شيئا، يريدون مكانة، يريدون سلطة. بالنتيجة النهائية السلطة ستكون هدفا، لذلك الإخلاص عادة يحسب له حساب في القضايا العبادية، بل يكاد يكون هو الأساس. فليمكن أنه أنت إذا عندك إخلاص حتى لو أخطأت ولم تأتي بالعبادة شكلا على وفق ما أراد الله، شكلا توهمت فيها بأنه يجب أن تكون بهذا الشكل، لكن اتضح بأنها أنت لم تؤديها بشكلها المطلوب، لكن أنت مخلص في توجهك إلى الله، هذا يجبر. بينما العكس لا ينجبر، لو أتقنت الشكل بأعلى مراحله
لكن في داخلك تريد الرياء، تريد من الناس أن يلتفتوا إليك. هذه القضية هي يصاب بها الإنسان وكل كائن مختار، وأول ما ظهرت هي ظهرت عند إبليس. فلذلك ما مشكلة إحنا لا نقول بأن إبليس لم يعبد الله، لكن عبد الله لا من حيث أراد الله، لأنه مفردة العبادة لا يمكن أن تنفصل عن الطاعة. لم يتصف بالعبادة كمعبود حقيقي لله سبحانه وتعالى، لأنه الطاعة هي العبادة. إذا أردنا أن نفككها المفردة سنقول بأنني أعبد الله، ما معنى ذلك؟ أنني أطيعه. حتى لو اعتبرنا الصلاة والصيام والأعمال اللي يعطينا إياها الله تبارك وتعالى هي العبادة، فهي لم تتم إلا أن الله تبارك وتعالى يأمر بها. يعني لو أمرني الله تبارك وتعالى أن لا أصلي، أصلي أم لا أصلي؟ لا أصلي. البعض يعتبر بأنه الصلاة كأنما هي عبادة في ذاتها وليس لأن الله فرضها. يعني الآن مثلا حتى الأخوة يفهمون المعنى بشكل جيد. طيب المرأة في فترة معينة من فتراتها يجب أن لا تصلي بأمر من الله. بأمر من الله. طيب الآن هي تركت الصلاة، عليها مشكلة؟ لو بالعكس، إذا أقامت الصلاة تصير عندها مشكلة. صحيح. فإذا توجد أمور الله تبارك وتعالى يطاع من حيث يريد. أما يأتي أحد مثلا، هذه صادف أحيانا، إنسان مريض ولكنه يقول أنا إلا أريد أصوم، والله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أو مسافر يقول إلا أصوم أنا أتحمل. من قال لك أن القضية مرتبطة بالتحمل؟ القضية العبادية هي في حقيقتها مرتبطة بالطاعة. لو كانت عبادة إبليس حقيقية، مو هو أرادها كجسر للوصول إلى مآرب معينة في نفسه، لامتثل مباشرة للسجود. ما الذي يضره؟ يعني الآن نحن إذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، القضية هذه كما تعلمون تاريخيا مرتبطة بالولاية، بتنصيب الولي. كان يوجد مئات الآلاف من الناس الذين يرافقون رسول الله أثناء هذه خطوة الغدير أو أثناء الحج الذي حجها، وبعد ذلك عندما رجع في طريق الحج. طيب هو رفع يد مولانا أمير المؤمنين وقال من كنت مولاه فهذا علي مولا. طيب لو رفع أي يد أخرى، ما الذي يضرني أنا المتحدث؟ يجب أن يطال. ما لا أضر بشيء. يعني هو رفع يد أمير المؤمنين فأصبحت أنا لزوما إذا كنت أعبد الله حق عبادتي أن أطيع علي بن أبي طالب طاعة للرسول، لأنه الولاية انتقلت إليه. لو كان غير أمير المؤمنين في أي اسم آخر من الأسماء رفع يده علي بن أبي طالب، العابد الحقيقي سيتجه إلى الآخر، لأنه المدار مو مدار الشخص الذي أراه أنا، بل المدار قضية الطاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى في خصوص هذا المثال قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه أحيانا إنسان يرى. هسه أنت ما مشكلة، أنت رأيت شخصا آخر أعجبك لقرابة، لصداقة، لأي شيء آخر أنت رأيته بأنه تمنيته أن يكون هو بدل أمير المؤمنين في ذلك المشهد، لكن انتهت الحال بأنه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله نصب أمير المؤمنين. يفترض أنت إذا كنت فعلا عبدا لله، أما إذا كنت لست عبدا لله وإنما عبدا لهواك، القضية اختلفت. لذلك إبليس امتنع عن السجود، أولا لأنه السجود في حقيقته يمثل خضوعا وانقيادا، لا تتحقق الخلافة من دونه. ما معنى لا تتحقق الخلافة؟ يعني الخليفة هنا يخلف الله تبارك وتعالى في إمضاء المشروع الغائي للخلق. يعني الله عندما خلق الخلق خلقهم لمشروع معين، هذا المشروع قطعا لا يعود بالنفع إلى الله، لكنه يمثل المنظومة التي تحقق لهذا المخلوق أو لهذا الخلق برمته السعادة، لأن الله جل وعلا أن يكون قد خلق الخلق لأجل تعاستهم، لأجل أن يتحاربوا، لأجل أن يشمخ بعضهم على بعض، لأن يتحول أسياد وعبيد، لا يريد الله تبارك وتعالى ذلك. فإذا الله تبارك وتعالى خلق الخلق لسعادة، فلا بد أن يكون هناك منظومة لتحقيق ذلك.
هذه المنظومة هي الخلافة. معرقلات الخلافة ما هي؟ أنك لا تطيع ولا تتبع ولا تنقاد ولا تخضع للخليفة، فلا بد وأن تكون لبنة في هذا النظام. من ما هي شفرة هذه اللبنة وما الذي يجعلها مقبولة، يعني داخلة في النظام وليست ناتئة، أو لنقل ليست شاذة عن هذه المنظومة وليست معرقلة؟ أنك بمطواعية تامة تتجه إلى الخليفة وتسجد وتنقاد له. إبليس لا يريد أن ينقاد للخليفة، لا يريد أن يتبع، بالضبط كحال أولئك الذين ما أرادوا أن يوالوا أمير المؤمنين. ما الذي حصل؟ عدم الولاية لأمير المؤمنين جعلهم يعرقلون، جعلهم يرفعون السيف، جعلهم يحاربون. فالفكرة مو فقط مثلا أنا لا أريد ولاية أمير المؤمنين فسأجلس في البيت. إبليس لم هو بنفسه لا يريد ذلك، هو عندما يقول أنا لا أسجد وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أريد أن أكون متبوعا، أريد أن يسجد لي. إبليس بنفسه طلب الإنظار، وعندما أنظر ماذا قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن هو يهدد ويتوعد باعتباره سيصبح حالة معرقلة. نعم، السؤال المركزي والمستمر دائما عندما نصل إلى هذه النقطة أنه طيب الله تبارك وتعالى لماذا أنظره؟ لماذا لم يعني؟ قضية الإنظار أيضا نحتاج إلى توقف فيها أستاذ عباس. إذن القضية قضية ليست مرتبطة فقط بقضية سجود، وإلا كان الله سبحانه شكلية ليست شكلية، جوهرية قضية وانقياد. خضوع وانقياد. إذن قضية الخلافة مرتبطة بالطاعة للخليفة، وهي طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم، ولتحقيق المشروع. والمشروع بالمناسبة، يعني لا أعرف إذا كان عندكم وقت. نعم، المشروع أيضا كشفته الآيات. يعني نحن عبرنا عن المشروع بأنه سعادة وتحقيق سعادة، هذا يعتبر موضوع يعني عمومي. يتخذ من أين؟ يتخذ من أن صفات الله تبارك وتعالى أنه لطيف خبير رحيم بعباده، فلا بد وأنه يحقق لهم السعادة. هذا الموضوع من هنا نأخذه بالمعنى العام، لكن قرآنيا الموضوع ارتبط بالمعروضين، بهؤلاء، لأن الملائكة كعنصر مندهش بقضية جعل الخلافة، يعني لم يصل إلى مرحلة أن تطمئن نفسه إلى هذا الجعل بحيث يتوافق عنده ما يشهده من حال مع النظرية اللي ظهرت في قضية الخلافة. سأحاول أن أشرح هذه النقطة بشكل مبسط. يعني عندما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مباشرة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، باعتبار بأنه هذه المنظومة الله تبارك وتعالى كشف خصائصها. يعني الله لا يقول إني جاعل في الأرض خليفة والمقابل لا يعلم ما هي الخلافة وكيف ستكون ومن النتائج المترتبة عليها، كل هذا يجب أن يكون منضوي تحت الخبر. فإذا الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وضح عندهم بأنه هذه المنظومة سيظهر من خلالها أناس لنقل يريدون أن يصلوا بأي شكل من الأشكال إلى أعلى مراكز السلطة، وبالتالي سيحاربون الخلفاء، لكن وجدوا بأنه التضحيات كبيرة، كأنما لأنه الله تبارك وتعالى لا يرضى في مملكته ظلما لأحد، والظلم يفترض بأنه سيقع هنا، لأنه الإطلاق يعني إطلاق أيدي أولئك الذين يريدون أن يصلوا في نشاطهم أو لنقل في رغبتهم الداخلية إلى سدة الحكم أو إلى السلطة أو إلى الملك إلى الحكم، هؤلاء ممكن أنه يمارسون كل أنواع الظلم للوصول إلى ذلك. وطبعا هذه القضية لا تحتاج إلى إثبات كبير، لأنه البشر حتى عندهم مؤلفات في هذا الجانب، يعني كيف يجب أن يتعامل الملوك، كيف يقربون المنافقين، كيف يحاربون، كيف يقتلون خصومهم، كيف وكيف يتجسسون،
كل هذه الأمور معروفة الآن، ومع أنه الدفاع عن الملك والسلطة كيف يتم، وممكن أن الإنسان يحارب أعز أناس عليه إذا كان الأمر لأجل الكرسي أو السلطة. فالقضية مفروغ منها. الملائكة هنا عندما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نلاحظ النص لم يجب لا بنعم ولا بلا، قال فقط إني أعلم ما لا تعلمون. علق الأمر على موضوع غيبي. والسبب؟ لأنه الكاشفية لن تكون إلا بعرض نتائج غيبية لا يمكن أن يتوصل إليها الكائن أو الملائكة هنا مباشرة بأنفسهم. طيب لابد نتوقف عند هذه النقطة، سنعود إليها ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. تسمحون مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج حياة المصطفين، فابقوا معنا. على آل الرسول وأقربه سلام، كلما سجع الحمام أليسوا في السماء، هم نجوم وهم أعلام عز لا يرام. فيا من قد تحير في ضلال، أمير المؤمنين هو الإمام، رسول الله يوم غدير خم. أنا فبه وقد حضر الألام، وثاني أمره الحسن المرجى، له بيت المشاعر والمقام. وثالثه الحسين فليس يخفى، سنا بدر إذا اختلط الظلام. ورابعهم علي ذو المساء، به للدين والدنيا قوام. وخامسهم محمد ارتضاه، له في المأثورات إذا المقام. وجعفر سادس النجباء بان، ببهجته زهى البدر التمام. وموسى سابع وله مقام، تقاصر عن أدائه الكرام. علي ثامن والقبر منه، بأرض الطوس يبقى حضور هام. وتاسعهم طريق بني البغايا، محمد الزكي له حسام. وعاشرهم علي وهو حفظ، يحن لفقد البلد الحرام. وحاد العشر مصباح المال، منير الضوء الحسن الهمام. وثاني العشر حان له قيام، محمد الزكي به اعتصام، به اعتصام. هم الأحرار والأنوار، هم الآيات والبينات، هم الحياة وسبل النجاة.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في هذه الحلقة من برنامج حياة المصطفين. قبل العودة إلى ضيفي ننوه إلى أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج ستظهر أمامكم أسفل الشاشة، بالإمكان الاتصال وطرح الأسئلة فيما يتعلق بموضوع الخلافة والصراع على الخلافة فيما بين آدم عليه السلام وإبليس. حياكم الله جديد سيد عباس. قبل فاصلة توقفنا عند نقطة مرتبطة بالغيب، الملائكة تسألوا عن قضية أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ذكرتم قضية مهمة، قلت الجواب ما جاء لا بنعم ولا بلا. نعم. إني أعلم ما لا تعلم. يعني يوجد منطقة مجهولة. منطقة مجهولة. عند الملائكة بمعنى أنه المعطيات التي لديهم الحاضرة لا توفر كل الإجابات، فهم عندما اعتمدوا على ما لديهم وصلوا إلى نقطة لنعبر عنها بعدم جدوى هذه المنظومة. بمعنى أنه هذه المنظومة عندما نضعها في ميزان واحد بين الفساد وسفك الدماء الناتج عنها وبين غاياتها في أعلى نقطة ظهور لها وهو آدم، فإنها لن تكون ذات جدوى. يعني الآن الذي يشاهده الملائكة يشاهدون شخصا واحدا وهو آدم، هذا أعلى كينونة في بني البشر، بالغة إلى مرحلة لنقول الإيمان التام، المعرفة التامة. فإذا هذا المخلوق أو هذه الكينونة في مقابل ما سينشأ من فساد وسفك دماء عند الإخبار بالخلافة لا تحقق التوازن المطلوب. يعني بمعنى سترجح كفة الشر على الخير، لأنه نفس آدم ومن دون آدم ممن ممكن أن يظهر في هذه المنظومة من ذرية آدم لن يكون محققا لهذا التوازن المطلوب. يعني بمعنى أنت الخسائر التي ستتكبلها كثيرة مقارنة بما سيظهر من خير، باعتبار أنه الظلم والفساد وسفك الدماء سيكون عاليا جدا. إذن الملائكة ضمن هذه القضية المنظومة لم تكن متكاملة عندهم، فماذا قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طبعا هنا نحن عبرنا كثير من التفاصيل المرتبطة بما ذكر من أنهم ماذا علموا والجن السابقين، كل هذه القضايا اللي وجدت في عالم التفسير بحاجة إلى وقفات، لكن نحن نعطي الآن القضية في بعدها النصي التحليلي، أنه عندما يعترض الملائكة يعترضون على أصل الجعل، لم يعترضوا على آدم وأنه يفسد، لا، محال أن الملائكة تخطئ في قضية أن يكون من يصطفيهم الله تبارك وتعالى يسفكون الدماء ويفسدون. لكن هم يتحدثون عن منظومة أتجعل فيها، يعني تجعل تصير هذه القضية برمتها فيكون النتائج كذا وكذا. طبعا هنا لو قلنا بأنه نعم، لأن هناك آدم وآدم مصطفى من الله وآدم معصوم، وآدم يقولون نعم آدم معصوم، لكن هذه الكائنات الأخرى أي التي ستظهر هذه كلها تمثل يعني حالة من التداعيات الجانبية التي تعيد النظر، يفترض المنظومة. فماذا حصل؟ الله تبارك وتعالى لم يقل، قلنا لا، لم يجب بشكل مباشر نعم أجعل، ولم يقل كلا لا أجعل، وإنما قال هناك أمر لا تعلمونه. إذن هذا الأمر ما هو؟ غيبي. لذلك بعد عرض هؤلاء قال الله تبارك وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أين قال الله ذلك؟ قال في قضية إني أعلم ما لا تعلمون. فعبارة إني أعلم ما لا تعلمون هي إشارة إلى علم الله بما غاب عن الملائكة، غيب السماوات والأرض. أنتم لديكم الحق فيما تقولون لأنه غاب عنكم شيء، لكن الله تبارك وتعالى ماذا فعل؟ علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هنا بدأت قضية إعادة التوازن، إنه هذه المنظومة سيظهر من خلالها هؤلاء الذين هم غيب السماوات والأرض،
وهم كائنات لم تستطع الملائكة حتى تسميتهم، مما يعني بأنهم يصلون إلى مراحل من النورانية عالية جدا، بحيث الملائكة تسبح وتقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن ضمن المعطيات الأولى التي علمتنا إياها سؤالنا كان أتجعل فيها من يفسد فيها؟ أما بعد هذا المعطى، هذا الظهور، فلا نستطيع حتى معرفة نورانية هؤلاء، يعني لا نستطيع أن نعطي السمات المرتبطة بهم. هنا أيضا نقطة مهمة جدا غابت كثيرا في المباحث التفسيرية، وهي أنه ما المقصود أنبئوني بأسماء هؤلاء؟ قضية الإنباء، الإنباء بأسماء هؤلاء، هل يعني يقولون مثلا هذا محمد وهذا علي وهذه فاطمة وهذا الحسن والحسين كحروف وكلمات؟ لا، هذه القضية الإنباء باسم الشيء يعني آلية الوصول إلى ظهوره، يعني أنبئوني كيف يمكن لهذه الكائنات أن تدخل إلى عالم الواقع، إلى عالم السماوات والأرض. لأنه عندما قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، إذن توجد عندنا سماوات، وما قال لهم أن يعلموا الغيب، هذه يعلمونها، لكن هنا التعبير دقيق جدا عندما يقول غيب السماوات والأرض، يعني عالم الأرض وعالم السماء، هذه الكائنات هي خارجة عنهم أو غائبة عنهم أو تمثل غيبا لهم، يعني لا يمكن الوصول إليهم إلا عبر آلية معينة يتحولون فيها من حالة أنهم غيب السماوات والأرض إلى أنهم قضية مشهودة وواقعية في الأرض والسماء. فمثلا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، نورانية الرسول الأكرم التي ورد فيها بأنه أول ما خلق الله هو نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا النور كيف انبثق في عالم الشهادة من عالم الغيب؟ ما هي الآليات التي مرت، وما هي التحولات التي مرت، وما هي المساهمات التي مرت من قبل الكائنات التي جعل لها الله تبارك وتعالى دورا في ظهور هذا النور من أن يكون غيبا إلى أن يكون مشهودا؟ الملائكة في هذه النقطة عندما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، إذن الأسماء لهؤلاء هي الطريق الموصل إليهم، والطريق الموصل إليهم هو غيب أم شهادة؟ لابد أن يكون الطريق الموصل إليهم شهادة، يعني لابد أن تكون هناك انطلاقا من الكائن نفسه اللي هو في عالم الشهادة المخاطب، أعني هنا الملائكة، أنه يكون لديه إمكانية ومعرفة في آلية التقرب إلى هذا. لذلك الاسم هو حالة من التقرب، وحالة التقرب تعني بأنه لديك إمكانية للوصول إليه انطلاقا من عالم الشهادة التي أنت فيها. إذن لابد من وجود سمات، علامات، لابد من وجود آلية يتمكن فيها الكائن الموجود في عالم الشهادة من التواصل مع الكائن الموجود في عالم النور أو في عالم الغيب بحيث يستظهره. فإذن الله تبارك وتعالى عندما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، مو قضية أنه يحفظهم هذا محمد وهذا علي وهذه فاطمة وهذا الحسن وهذا الحسين وينتهي الأمر بهذا الشكل. لابد وأن تكون هناك معرفة بالعلامات المؤدية إلى أن هذا النور الذي بهرهم والذي لم يجدوا حتى إمكانية لأن يصلوا إلى تسميته، أي العلامات المؤدية إلى بلوغه، لم تكن لديهم هذه الإمكانية. فإذا لابد وأنه يعود مرة أخرى من دور المستشكل بالمعطيات التي كانت موجودة، كان الملائكة يستشكلون، يعني كانت لهم فوقية، لأنه المستشكل لابد وأنه يتحدث بفوقية ما، فيقول كيف هذا الأمر فيه كذا، فهو يوجد إشكال إلى أن وجد إشكال يرتبط به. لأنه الله عندما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، صادقين في ماذا؟ إنهم لم يقولوا فقط أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذه نقطة مهمة في بحث هذه الآية. هم لو قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وسكتوا
لكانت عبارة إن كنتم صادقين فيها إشكال، يعني لماذا يقول لهم كذلك؟ لكن لأنهم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فوضعوا قيودا على الإجابة، فأصبح لا يمكن الإجابة عليهم بنعم أو لا. يعني ليس شخص يقول لك تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسكت، فممكن مباشرة أن تقول له نعم أجعل فيها أو لا أجعل فيها أو لا أجعل فيها. لكن عندما يقول لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني الاستفهام أصبح مركبا، أصبحت أنا أريد إجابة ترتبط بأنك لماذا تفصل دوري عن محاربة المفسدين. لأنه الملائكة الآن المفسدين اللي يقتلون الناس، هل تتدخل الملائكة؟ لا. لديهم الملائكة إمكان للتدخل؟ نقول نعم لديهم الإمكان، لأن الملائكة كائنات تمتاز بالقوة العالية. الملائكة إذا الله تبارك وتعالى أراد إهلاك قوم أو أراد معاقبة قوم على جرائم ارتكبوها، الملائكة عندما تنزل لا يكون بعد ذلك هناك إنذار. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. هذه في الروايات أن الملائكة العذاب عندما تنزل ممكن أن يرفعون الأرض إلى سماء السابعة ويضربون بالناس، يقلبون الناس على وجوههم فيها. إذن ضمن هذا الاعتبار الملائكة لديهم القوة، والقرآن أثبت بأنه الملائكة إذا تدخلوا لا يوجد بعد ذلك أنظار. إذن لابد أن نستحضر هذا العنصر، إن الملائكة في الفترة التي يشتغل فيها أو تشتغل فيها منظومة الخلافة والخليفة، هذه الفترة الملائكة قيد تدخلهم، يعني ليس لهم أن يتدخلوا، وإن وجدت جرائم يندى لها الجبين، وإن قتل الخلفاء، وإن قتل من يصطفيهم الله، هذه كلها الجرائم عندما تحصل أمام الملائكة ويعلمون بها الملائكة، فممكن أن يقولوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لم يقولوا نقدسك، قالوا نقدس لك، يعني نطهر الأرض من المفسدين. ممكن لماذا تترك للمفسدين مجالا؟ الله تبارك وتعالى هذا السؤال يعتبر مركب. فعندما عرض هؤلاء الملائكة الذين اعتقدوا في أنفسهم، طبعا كله ضمن المعطيات الموجودة، بأنهم الأعلى تسبيحا لله تبارك وتعالى، وعندما نقول الأعلى تسبيحا يعني الأعلى معرفة، لأنه التسبيح هو باب المعرفة التوحيدية. فعندما تكون منزها لله يعني أنت عارف بالله، اعتقدوا بأنفسهم ذلك من أنهم الأعلى تسبيح والقادرين على التقديس. عندما عرض أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كأنوار غاية الله من خلقه، عندما عرضوا انكمشت قضية الملائكة، أصبحت قضية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك استبدلت بماذا؟ استبدلت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا تراجع، يعني وصل السؤال من حد التركيب إلى حد البساطة، أصبح نحن نحتاج الآن فقط إلى أن تعلمنا، نحن لم نعد ندعي بأننا الأكثر تسبيحا وتقديسا، وهذه القضية اختفت. فلذلك الملائكة هنا أصبحوا مهيئين لتلقي الإجابة. هذا كله ظهر نتيجة أن المعروضين كانوا في أعلى مراتب النورانية، بحيث انبهرت الملائكة فعادت. لأنك إذا قلت لله بأنك المسبح ومقدس لله، وصفت نفسك بهذا الوصف، ثم ظهرت مخلوقات لله أنت لا تعرف سبيل الوصول إليها، فلا بد وأنك في مرتبة من التسبيح والتقديس ليست بالشكل الذي تراه في نفسك، لأنك لم تعرف مخلوقات مرتبطة بالله. وفي الروايات توجد إشارات معينة ومهمة في هذا الجانب، لكن قد تأخذ من عندنا وقت، فأعود إلى ذات النقطة الآن، إنه المعرفة أين تمت؟ معرفة هؤلاء تمت هذه المعرفة عبر آدم، لذلك الله مباشرة قال قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بالعلامات والسمات التي تجعل إمكانية الوصول إليهم متاحة.
هذا المشروع هو الذي أعاد لقضية الخلافة هيبتها، وأصبح التوازن ما بين لنقول الحالة، حالة التداعيات التي تحصل من قبل من يفسدون ويسفكون الدماء إلى أجل مسمى ممكن أن تكون بسيطة أمام ماذا؟ أمام ظهور النورانية التي الله تبارك وتعالى أرادها. قطعا الأخوة ممكن أن يتصور بأنه هذه النورانية مرتبطة بفترة الامتحان والابتلاء، لا، هي ترتبط بما بعد الابتلاء والامتحان. يعني النورانية تظهر عندما تصبح دولتهم هي الدولة المفتاحية لعوالم الآخرة، مو فترة الابتلاء والامتحان والتصفية اللي الله تبارك وتعالى سمح وأنظر إبليس لكي يكون هناك إمكانية للفصل وتأجيج الصراع إلى مرتبة الفصل. فإذا عندما نعود إلى ما يرتبط بمنظومة الخلافة سنجد بأنه آدم عليه السلام دوره المناط به والذي لأجله أسجد الله تبارك وتعالى الملائكة له هو أنه يهيئ الأرضية للوصول إلى أن ينتقل أو تنتقل أنوار المعروضين من حالة الغيب إلى حالة الشهادة، فيكونون جزءا من الواقع. ولا يوجد من يضاهي وظيفة آدم في هذا المجال، لذلك آدم عليه السلام يفترض بأنه يعاد عملية دراسة شخصية آدم وتوضع في موضعها الصحيح في خارطة من اصطفاهم الله تبارك وتعالى. وهذا سهل إذا رجعنا إلى ما روي عن مكانة آدم، عن أن آدم صفوة الله، عن أن آدم يعلم من الأسماء الحسنى، من أسماء من الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى 25 حرف. كل هذه الأمور ممكن سهلة إذا عدنا إلى النصوص. نعم أستاذ عباس، إذا تسمحون نستقبل اتصال من أخ أحمد من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أشكركم مولاي مأجورين موفقين إن شاء الله. أجركم الله، الله يحفظكم. جميل جدا ومعلومات جميلة جدا. الله يتقبل أعمالكم. الله يحفظكم. يعني مو من البداية حضرت البرنامج لكن عنده مداخلة إن شاء الله تكون بها منفعة للجميع. نعم. زين. سؤال هذا يعني مولاه دائما يطرحه، أكو خلق بشر قبل النبي آدم؟ خلق بشر قبل النبي آدم؟ نعم. واضح تسمع الجواب إن شاء الله. ممنون. حياكم الله. حياكم الله، يحفظكم ويسلمكم. هذه أيضا مرتبطة بقضية تجعل فيها من يفسد، هو البعض يقرأ القضية بهذا الشكل بأنه هنالك كان هنالك أقوام قبل آدمنا. نعم. أبينا آدم عليه السلام كان هنالك آدم آخر، لأن لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم. هل ما معنى هذه الرواية وهذه القضية؟ يعني قضية الجعل نفسها، إني جاعل في الأرض خليفة، قضية تكاملية. يعني بمعنى الجعل عادة لا يكون دفعيا، يعني لا يوجد مثلا الآن لنفترض هذا الفرض، الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق هل خلق المكان مثلا بشكل معين ثم بدأ يملأ هذا المكان بالأشياء، أم أن المكان هو حالة لوجود الكائنات نفسها والتحيزات التي لها، وهذا هو الذي نعبر عنه بأنه المكان؟ يعني لو جئنا الآن وفصلنا الكائنات، كل كائن أخذناه على حدة من هذا الكون الذي نعيش فيه، هل يبقى الكون؟ يعني هل يبقى الفراغ؟ أصلاً هو هل يوجد فراغ؟ لأنه العلماء الآن يقول حتى الفراغ لا يوجد فراغ بالمعنى المطلق اللي يعني اللاشيئية أو العدم المحض، لا يوجد مثل هذا الشيء. فلذلك الآن الإشكالية اللي يطرحوها بعض الفيزيائيين من أنه كون من لا شيء، كلمة لا شيء اللي يعطوها ويعطوها أبعاد معينة ويعطوها يعني قوانين نظرية، وأنه إذا سلط لفراغ معين قوة معينة مثل جاذبية معينة فالأشياء تبدأ تنخلق من لا شيء، هو يعني مغالطة، لأنه هذا لا يوجد لا شيء، لا يوجد أصلاً في الكون شيء اسمه العدم بالمعنى العقلي أو المنطقي للعدم، اللي هو الفراغ المحض اللي لا يوجد فيه مطلقاً أي شيء. لا يوجد مساحة في الكون لا يمكن أن تكون فيها جزيئات أو فيها
مواد كمومية يعني غاية في الصغر، ويصبح عندنا الفراغ الفلسفي أو الفراغ المنطقي، لا يوجد مثل ذلك الشيء. فالآن عندما نتحدث نحن عن الكون لنصل فيه إلى مرحلة ظهور الكائنات، وهي لابد وأنها مرت بمراحل تكاملية. هذا طبعا راح يعيدنا إلى نظريات علمية، يعني ممكن تدخل نظرية التطور، ممكن تدخل في إعادة المفهوم والصياغة للنصوص المباركة، لأنه عندنا نصوص مباركة مهمة. مثلا في قضية آدم، نفس قضية آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، لم يقل آدم، من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هاي الصيرورة اللي بدأها النص من القضية الطينية، يعني القضية الطينية خالق بشرا من طين، احنا كمفهوم يبدو بأنه ساذج عام، نتخيل بأنه الطين بمعنى أنه تأتي بالطين وثم بعد ذلك تضع فيه الروح. مثل الآن مثلا تجيب مواد حديدية وتغلفها بإطار معين، وبعد ذلك توصلها بطاقة كهربائية تتحرك، شلون الريبورت، فيحقق لك مثلا منجز معين. لكن القضية ليست بهذا الشكل، لأنه الطين في القرآن الكريم استعمل أنه خلق من الماء، خلق من الطين، ثم قال من سلالة من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني يوجد عندنا تسلسل طيني. هذا التسلسل الطيني كم آدم كم بشر يأتي ثم بعد ذلك لا يكون محققا للكمال الذي يجعل الله أن تسجد له الملائكة، لا نعلمه. لكن نحن عندما نتحدث الآن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن آدم القرآني، فلا يعيقنا قضية أنه كيف وصلنا إلى هذا الكائن المتكامل، لأنه يوجد ألف ألف آدم غير آدمكم. مثلا آدمنا هذا القرآني الذي نحن نتحدث عنه، نحن لا يهمنا كيف وصلنا إلى هذا التكامل الذي أصبح فيه آدم يمثل بداية انطلاقية لظهور المشروع الإلهي في تجسد الأنوار المحمدية من عالم الغيب إلى عالم الواقع، لتنطلق قضية الولاية بأعلى فيوضاتها في سبيل إسعاد الناس وفتح الباب باتجاه وراثة الصالحين للأرض، باتجاه عوالم الآخرة. فمن هذه الناحية عندما نريد أن نتحدث، يعني هذا القضية أنه يوجد ألف ألف آدم، يوجد أوادم، لكن لا يعنينا الموضوع. يعنينا ماذا نحن؟ يعنينا الآن في بحثنا آدم القرآني، آدم الذي ذكر له القرآن بأنه تعلم الأسماء كلها، بأنه أنبأ الملائكة بأسماء هؤلاء. هذا الذي يهمنا، هذا هو صاحب المشروع الذي من خلاله تمت كلمة الله تبارك وتعالى بأن تظهر الأنوار المحمدية في صلبه بعد خطوات وخطوات للوصول إلى ذلك. يعني آدم أيضا لم يحمل الأنوار المحمدية ابتداء، وإنما حمل الأنوار المحمدية بعد أن اتخذ قراره بأن يأكل من الشجرة. لذلك الآية المباركة وردت، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن تلقي آدم الكلمات، وفي الروايات بأنه الكلمات هي كانت كلمات أصحاب الكساء المعصومين الخمسة، وهذه الأسماء هي التي مكنت آدم عليه السلام من أن يعود إلى المسيرة اللي الله تبارك وتعالى قضاها له. طبعا هذا البحث في ختامه فتحنا بابا واسع ولا نعلم كيف يمكن. أحسنتم أن يفهموا الأخوة المباركة، حياكم الله، توقت البرنامج لنا عودة معكم إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لحضوركم معنا، حياكم الله، حياكم الله. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل في مكتب النجف الأشرف، ملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.